هذا القطاع ديال الحمام كسائر القطاعات اللي جاهم بلاغ من وزارة الداخلية ووزارة الصحة باش أننا نغلقوا في 16 مارس. إذا حنا كنا مطيعين لهذا الأمر هذا وغلقنا كسائر القطاعات إلى أن هذا الكونفينمون هذه تعطلت علينا شوية وتأدينا منها. ولكن حنا اليوم حنا في واحد المرحلة استثنائية بالنسبة للبلاد اللي كتمر منها، كنشوفوا السلطات والوزارة ديال الصحة ووزارة الداخلية والوقاية المدنية والأطباء وهاد الناس كلهم جندين باش يحميوا الإنسان. وكنشكر صاحب الجلالة نصره الله لأن كان هو السباق لهذه المبادرة هذه وقدر أنه يدير على الاقتصاد ديال البلاد، ساهم بالاقتصاد ديال البلاد من أجل المغاربة ديالنا. إذا كنشكره جزيل الشكر، كنتمناو ليه الشفاء من هذا المنبر. القطاع ديال الحمامات هو قطاع اللي هو حيوي، وكتعرف دابا المنتسبين ديالو كاينين الناس اللي كيشتغلوا فيه، هاد الناس اللي كيشتغلوا فيه كاينين بزاف، وعاد ناهيك على الاستثمار اللي دار داك صاحب الحمام في هذا الحمام ديالو، وعنده واحد المصاريف اللي هي يوميه وكيعيش منه. اليوم حنا اربع شهور هذه حنا ما استفدنا حتى حاجه، الناس اللي خدامين معنا كلهم كنتعاونوا معاهم شهريا، كنعطيهم ديك البركه، وكاين اللي كنعطيو له اسبوعيا. المهم حنا هذا الشيء ثقل الكاهن ديالنا عينا، لان الناس اللي كيشتغلوا معنا وكاينين الناس كاع اللي ما كيشتغلوش معنا، حتى دوك الكياس اللي ما كيشتغلوش معنا حتى هما راه مره كندوروا معاهم. ولكن هذا الشيء هذا طال بزاف، حنا اليوم ما عندنا ما نديروا. حنا هذا النداء اللي كنوجهوه اليوم هو ان الله يرفع علينا هذا البلاء هذا. هذا هو الخشب اللي كنستعملوا باش كنسخنوا الحمام. دابا تقريبا هنا راه كاينه تقريبا واحد 30 طن ديال 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 العود في جوج فياجات، وكتعرف دابا هاد كل 15 طن كتقام علينا بواحد 10000 درهم. اذا دابا هنايا راه كاين واحد 20000 درهم ديال العود هذه اللي محطوطه هنايا. الا كنا بغينا مثلا نردوا الحمام للطبيعه ديالو كما كان سخون، من غادي نبغيو نبداو ان شاء الله، خاصنا على الاقل نضربوا نصف هاد العود، نصف هاد العود باش يلاه يتحرق، باش يلاه يرد لينا الحمام كما كان. حيت الحمام اللي كيبرد صافي باش تردو ثاني سخون خصك واحد الوقت. اذا هذه كلها خساره. ناهيك على ان اجينا هاد لي شودير، هاد لي شودير دابا هادو دابا راهما واقفين. هادو لي شودير هذه هي ملي كيسخن الحمام، هنا كيسخن هنا شتي، هنا فين كندخلوا العود، هنا فين كندخلوا العود، كندخلوا العود هنا، هنا كيتحرق العود. ودابا هاد لي شودير دابا هنايا راه غادي يوقع عليهم مشاكل، خصنا قبل ما نديماريو خصنا نقلبوا هاد لي شودير اللي يكونوا تقبوا ولا وقع عليهم شي حاجه. علاش؟ لان هاد الورع شوره هادي غتاثر عليهم. عاد نشوفوا الشبكه اللي هي كيسخن عليها الحمام، تاهي خصنا نقلبوها اللي يكون وقع عليها تاهي شي مشكل، شي بو مسوس دخلها وداك الشيء، عاد يمكننا نديماريو. هاد الشيء اللي كاين، هذه كلها احترازات غادي نديروها ان شاء الله باش يمكن لينا. هاد هما لي برونشين ديال الفوق باش داك المالكي هواد، وهاد الشيء اللي المالكي يطلع الفوق. ها لي كوليكتور هادو تا هما شتيهم، ها لي كوليكتور. اجي تشوف دابا هاد الوقفه اللي وقفنا شنو وقع، ها انتم غتشوفوها بعينيكم دابا. شوف ها انت، شوف هذا كيفاش باقي، وشوف هذا شنو وقع ليه. شوف شوف شنو وقع لهاد الشيء، شتيهم. هذا هو البوراج اللي غادي تصاب به الحمام دابا. ها شوف، هات هذا هو بدا في هذا الشيء، هذا هات تشوف هذا هو بدا كيخرج في هذا الشيء. شيه هذا مازال شويه، هذا تا هو شويه، ولكن هذا وهذا راه كلا العصا. شتيه بحال دابا هذا غنبدلوه. شتيه اجي تشوف هذه الوقفه اللي وقف شنو وقع لينا هنا. شوف شوف شيه هذا البوراج هذا، حيت هذا بوراج. شيه هذا الشيء كلشي غيتحيد. هذا الشيء كل سطل حنا اللي كنحسبوا دابا، كل سطل، كل سطل تقريبا غتكون فيه واحد 10 لتر ديال الماء، 10 لتر ديال الماء لكل سطل. وراه كتعرف دابا المستحم اللي كيدخل راه باش ينظف البلاصه ديالو خصو واحد 4 ولا 5 سطوره عاد باش كينظف، لان الناس في الحمام البلدي كيبدروا الله يهديهم. حنا كنديروا التحسيس، وكان دايرين لهم لافتات باش كنقول لهم ودي الماء راه خصكم تحافظوا عليه، حافظوا على هذه الفرشه المائيه،
ولكن الله يهدي الانسان ملي كيدخل للحمام راه هو كيكون طالق كيحس براسو. وكنتمنى من هذا المنبر هذا ان الناس ملي يجيو للحمام البلدي على انهم يعتبروه بحال راه ما في دارهم، لان هذا الكونفينمون دابا اللي حنا فيها دابا ربما الناس خداو واحد العبره من الحمام في الدار كيفاش كيعوم. اذا بغيناهم هما كما كانوا كيعوموا في ديورهم الى جاو هنا يتكيسوا على هذا الحمام هذا، لان كنبداو واحد المجهود باش كنوفروا لهم الظروف الصحيه للحمام كيفاش يعوم، وكنوفروا لهم ذاك المناخ اللي هو ما سخون، وكيجي كيعوموا وليداتو كيخرج مرتاح. لان الانسان ملي كيجي عندنا حنا راه كاينه المراه اللي كتدخل عندنا حنا من الجوج ما كتخرج حتى للسته، اربعه السوايع هي في الحمام بالاخص النساء. وكاين الرجال مازال شويه، الراجل كيقدر نص ساعه ساعه الا ربع كيخرج، اللي كيتعطل كيدير ساعه الا ربع. الرجاله ما كيعوموش في الحمام بزاف، ولكن النساء راه كيدخلوا كيشدوا لك الحمام من الجوج حتى للسته، وكاين اللي هي عندها ذاك الفضاء هو اللي خصها تعقد فيه لي زافير ديالها وتلاقى فيه مع صحاباتها. وحنا كنعرفوا الحمام التقليدي هو واحد الفضاء ديال 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 المرح. الانسان ملي كيجي كيجي باش يفك على راسه باش يسترخي. وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء هذا،